زي ما انت شايفها. أطلقت مدينة الإنتاج الإعلامي مركزاً للخدمات الإعلامية. يقع المركز في قلب القاهرة ويتميز بأفضل إطلالة على النيل وبرج القاهرة وأفضل لاندسكيب في مصر. يضم المركز العديد من الاستوديوهات في ثلاثة مواقع رائعة: العجوزة، جاردن سيتي، ماسبيرو. يمكن استخدام هذه الاستوديوهات في أعمال متنوعة وتتوافر بها جميع الخدمات الإنتاجية من كاميرات 4K HD كرين. Good morning from Egypt. Actually, the most amazing place or view you can ever see. أنظمة إضاءة متنوعة لجميع الأغراض. البانوراما الخلفية للاستوديوهات تعطي إطلالة مباشرة لنقل نبض الشارع في القاهرة. يتوفر كذلك استوديوهات للتصوير بالكروما ومجهزة بغرف تحكم واستوديوهات للتسجيل الصوتي، إضاءة، جرافيك وغرف أخبار. كل مقر مجهز بقاعة استقبال صالون وغرف اجتماعات، جميعها مغطى بخدمة الواي فاي. So you're enjoying here on ElKhashab. 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع ننقل لكم أحداث متلاحقة ومواضيع مختلفة من الشارع المصري من هنا القاهرة. يتوافر بهذه الاستوديوهات فريق ضخم من المتخصصين يعمل على مدار الساعة. يعني حقيقي اللي احنا شفناه دلوقتي شيء نفخر به جميعا كمصريين وكعرب على المستوى الدولي والعالمي. واخيرا الحمد لله مصر يعني عودة حميدة وسريعة لريادة الإعلام العربي كما بدأنا. صناعة الإعلام وتطويره وتطوير محتوى عملية من أصعب ما يمكن تنفيذها بطريقة وبحرفية كبيرة، وخصوصا ان احنا الاعلام المصري او والعربي عموما حصل له كبوه على مدار سنوات طويله. فالنهارده هيكون لنا لقاء انتظرناه كثيرا 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 ولسنوات طويله، وكنت يمكن حضراتكم بتسالوني طيب احنا عايزين يعني نشوف في مصر المسؤولين ونتكلم معاهم ونعرف. فالحمد لله بقياده
يعني شخصية إعلامية حقيقية، يعني إعلامي حقيقي، من صحفي إلى رئيس تحرير إلى رئيس مجلس إدارة إلى وزيرا للإعلام. وفي فترة وزارته وتوليه هذه الوزارة تم تهدئة الوضع في أماكن كثيرة، في مبنى التلفزيون، في الشارع المصري، الشعب المصري، في نوع من أنواع التنسيق ما بين الانقسام اللي حصل ما بين في وقت عصيب جدا بعد 25 يناير. فالعملية ما كانتش سهلة، ولكن تخطى هذه العملية بنجاح باهر، وما زالت النجاحات مستمرة. ويشغل حاليا معالي وزير الإعلام السابق منصب من أهم ما يمكن، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وهي المدينة الأكبر في الشرق الأوسط وإن لم تكن على مستوى العالم، والمدينة اللي احنا يعني تمنينا أشياء كثيرة فيها بدأنا نراها النهاردة. خليني أرحب بمعالي الوزير الأستاذ أسامة هيكل. أهلا وسهلا، وبشكر حضرتك على الوقت اللي استقطعته تكون معانا ومع مشاهدي أمريكا وكندا والعالم. انتظرنا كثيرا أن احنا نتقابل مع مسؤولين من سنين طويلة عشان نعرف الإعلام المصري إلى أين. طيب خلينا نتكلم بصراحة. طالما بصراحة أنا عايز أقول حاجة للسادة المشاهدين بداية. أنا حقيقي، والله حقيقي فعلا، قبل ما أبدأ الحوار ده أنا بقول لمعالي الوزير أديك فكرة عن الأسئلة، قال لي لا أنا ما بحبش أعرف الأسئلة، اسأل اللي أنت عايزه. فهي دي مصر حاليا دلوقتي. اتفضل يا فندم. طبعا الإعلام المصري دلوقتي في حالة عدم رضا عنه. صحيح. تمام. وحالة عدم الرضا دي جاية من إنه أحيان كتير بيتأخر. الإعلام قياس قوته بيتقاس بقدرته على التأثير. صحيح. وقدرة على التأثير بتيجي من حاجتين، واحد المصداقية، اتنين السرعة في انك انت تنقل الخبر ده، يعني الفرق النهاردة في نقل الخبر بالثانية، وبالتالي انا النهاردة محتاج ان انا اكون بنقل اسرع من غيري بأي شكل من الاشكال. كويس. اذا انا مسكت ده، مسكت المقدمة دي، يبقى انا هقول لحضرتك ان احنا نقدر نرجع تاني ولا ما نقدرش. لا نرجع. نرجع ازاي؟ بانه الاداره تكون بتشتغل على هذا المنهج، ان انا مش استنى مثلا لو في شويه مطر عندي ما اقعدش يومين عشان ابتدي اعترف ان في مطر، ولا اقعد ساعه خلاص، انما انا محتاج ان انا الحدث حصل انا على راس الحدث بره خلاص. المركز اللي احنا النهارده فيه بيعمل ده. أنا ببارك لك على هذا المركز وهذه شركة الخدمات الإعلامية اللي تم تأسيسها، ودي الأولى يعني في منطقة الشرق الأوسط. إيه السبب وراء إنشاء هذه الشركة؟ طيب. المشكلة كانت في مصر، كانت مشكلة تشريعية. آخر قانون صدر لتنظيم الإعلام في مصر كان القانون 13 لسنة 1979. كان عندنا القناة الأولى، واحيانا كانت القناه الثانيه بتبقى 6 ساعات كده، بتبقى يعني من 6 ل 12 بالليل. صحيح. تفتكر التلفزيون ما كان بيوش؟ طبعا طبعا طبعا. فالدنيا اتطورت، وبعدين اصبح في قنوات اقليميه جوه نفس المكان الحكومي. صحيح. التلفزيون الحكومي للدوله يعني، وبعدين بعد كده حصل في قنوات خاصه فتحت بعد ما طلع الاعمار الصناعيه، وبعد كده دخل الانترنت فاصبح في قنوات على اليوتيوب. كل هذا التطور لم يلاحقه او يواكبه تطور تشريعي. أول قانون اشتغل في هذا الموضوع كان القانون 180 لسنة 2018. كويس. اللي هو أنا كنت بشرف إن أنا برضو بصفة رئيس لجنة الإعلام والثقافة كنت أنا اللي بدير اللجنة المسؤولة عن إعداد هذه القوانين. قوانين جت لنا من الحكومة اشتغلنا فيها، اللجنة فيها خبرات جيدة جدا على المناحي الإعلام المختلفة. قدرنا الحمد لله نحن نطلع بهذا القانون وطلعناه وعدلناه، يعني طلع في الاول وتعدل تاني. طب هل حضرتك في لجنه الاعلام والثقافه والاطار في مجلس النواب وحضرتك رئيس اللجنه، في اعضاء للجنه اكيد بتختلفوا؟ طبعا. بس حضرتك بيبقى لك نفوذ اكتر شويه. لا. بالتصويت. 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 اه بالظبط. مفيش ماده او حرف اتكتب في هذا القانون الا بالتصويت، لازم يكون اغلبيه الاعضاء
مصوتين بهذا الموضوع، 50% زائد واحد على الاقل. وبالتالي كل ده بعد ما بيخلص في اللجنه ويناقش المناقشه الدقيقه جدا بينزل على الجلسه العامه، الجلسه العامه بيحصل فيها تغييرات تاني، وبالتالي بعد ما يخلص ويعتمد بيروح مجلس الدوله يراجع قانونا ومدى مطابقته للدستور وخلافه، بعد كده يرجع في صيغته النهائيه فيوافق عليه بصيغته النهائيه، ولو كان مجلس الدوله طلب تعديلات كنا عدلناها، وهو طلب تعديلات وعدلناها بالفعل. كويس. وفي هدوء تام أزرق القانون وبدا ينفذ. بالظبط. كويس. نفذ بقى من امتى؟ من شهر اغسطس 2018. كويس. فكان في الزام بانه الفوضى اللي كانت موجوده زمان في العشر سنوات الماضيه انها هتتصلح بقى، فبيقول انه يحظر البث خارج المناطق الاعلاميه المعتمده. صحيح. ده نص موجود في كل الدنيا، في مفيش دوله في العالم فيها واحد بيروح ياجر شقه ويعمل منها بث مباشر منه لوحده كده، لا خالص. وبالتالي لازم في تنظيم لهذا الامر. مين اللي بينظم هذا الكلام؟ حاجه اسمها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام اللي هو موجود في القانون 180. القانون هو القانون 180 لسنه 2018. طيب الناس دي بقى كانت شغاله بقالها 20 سنه بالطريقه اللي هي من غير تشريع، من غير نظام، وبيشتغلوا بهذا الشكل. اي اجراء، الاعلام ده مهنه حساسه جدا. اي اجراء بتعمله هيقول لك ده ضد حريه الراي والتعبير. خلاص. فاحنا قلنا ايه عشان تشتغل من داخل مناطق الاعلاميه المعتمده؟ ايه هم المناطق الاعلاميه المعتمده دلوقتي؟ كويس. يا اما الجهه الحكوميه اللي هي الهيئه الوطنيه للاعلام او ما كان يسمى باتحاد الاذاعه والتلفزيون، ودي جهه حكوميه ومعظم الناس ما بتحبش تتعامل مع الجهات الحكوميه قوي. او الشركه المساهمه اللي في هذا الموضوع اللي هي الشركه المصريه لمدينه الانتاج الاعلامي. احنا مش شركه حكومه. مش شركة حكوميه. لا خالص. احنا شركه غرضها الاستثمار، غرضها الربح. كويس. ومنطقه حره. طب الشركه دي مقرها في 6 اكتوبر. طبيعه القنوات الاخباريه انها محتاجه تكون قريبه من مواقع الاحداث. صحيح. ايه مواقع الاحداث اللي موجوده؟ وسط البلد. لسه الوزارات موجوده والهيئات الموجوده، حتى لما يحصل نقل العاصمة الإدارية الجديدة بيفضل في أجزاء موجودة في العاصمة القاهرة. صحيح. وبالتالي يبقى لازم أنا أقدم أنا الخدمة، أنا اللي هقدم، وبدل ما أجيبك أنت 6 أكتوبر لو في حدث حصل حضرتك محتاج ساعة وشوية عشان توصل هنا. صحيح. لا، أنا هاجي لك في قلب القاهرة قدام المعالم الرئيسية اللي حضرتك بتحتاجها. حضرتك دلوقتي قاعد وراك برج القاهرة، هو دلوقتي مش منور للأسف. في الاستوديو احنا يعني أروع من كده. بالظبط. فأنت عندك كل العلامات المميزة لمدينة القاهرة موجودة في وراك في خلفيتك. وبالتالي أنا حققت لك الهدف ده. عشان ألاقي المكان ده قعدنا فترة طويلة جدا بنلف. ولقينا أماكن يعني وحدات في أماكن أخرى. خلاص. وبعدين رسينا على هذا المكان. خدنا هذا المكان وابتدينا نطوره زي ما حضرتك شايف كده، وابتدينا ان احنا ندي اطلالات مختلفه على القاهره من زوايا مختلفه. عندنا هنا زوايا في المركز ده بتجيب الهرم. وهنا زوايا بتجيب المقطم والقلعه من قدامك، لو بالنهار بتشوفها بوضوح. وبالتالي اصبح انك انت في نقطه حاكمه في قلب القاهره. يبقى انا اديتك النهارده الخدمه، فاضل بقى ان انا اتعامل معاك بصفه ان انا راجل ببيع لك خدمه. صحيح. عشان ابيع لك الخدمه دي حضرتك هتنبسط معايا ولا مش هتنبسط؟ هترتاح في التعامل معايا ولا لا؟ اذا حضرتك اتضايقت مني او انا قدمت لك الخدمه باعتبار بقى ان انا بقدمها بقى لوحدي ومحدش بيقدمها غيري. ايوه. حضرتك هتفر مني. ما انت ممكن بدل ما تعمل القاهره هي مركز الاعلامي تروح تعمله في اي دوله ثانيه، مش كده؟ صحيح. الحقيقه فترات كده. بالظبط. وانما الحقيقه القاهره ما ينفعش ان الناس تبعد عنها كتير. لا. ليه؟ وانت اكبر كثافه سكانيه في العالم العربي، تلت العالم العربي في مصر. نمره 2 ان الاحداث مركزها تقريبا في المنطقه كلها النهارده القاهره. صحيح. وبالتالي انت محتاج تكون موجود في مناطق صنع القرار. فانا عملت لك ده بدري وانا اللي سبقت بيه وفي نفس الوقت طبقنا القانون. طب ايه ميزه ان انا اعمل لك المركز ده وحضرتك ما تتعاملش مع الناس اللي كنا بنتعامل معاهم زمان؟ ان حضرتك اليافطه اللي موجوده تحت مدينة الإنتاج الإعلامي مركز الخدمات الإعلامية دي بتأمنك، لأن دي جوه القانون أصبحت مركز معتمد. لأن حضرتك تقدم الخدمة فيه، فمش هيحصل أن حد يطاردك زي مثلا شرطة المصنفات الفنية اللي هي مهمتها هذا الأمر. وبالتالي أنا حطيت لك مظلة قانونية عشان حضرتك تشتغل فيها في هذا الموضوع بشكل كامل. طب حضرتك قلت لي لو حصل أن أنا ما عجبنيش مثلا معاملة معينة أو حاجة معينة كعميل، يعني كعميل
ايه اللي بيحصل؟ لا انا باخد اجراءات. احنا عاملين هنا حاجه اسمها كواليتي كنترول، نفس فكر القطاع الخاص في اي دوله. يعني حضرتك شركه تجاريه خاص هادفه الغرض منها للربح. الربح الغرض منها الربح. انا مش حكومه ومش انا لو يعني الحكومه ما بتصرفش عليا، لو انا ما كسبتش مش هعرف ادي الموظفين مرتباتهم. صحيح. خلاص، وبالتالي احنا بنشتغل بهذا المنطق. صحيح. انا ببيع لك خدمه في اجود صوره ممكنه. طب حضرتك في مشكله حصلت وانا بديك الخدمه دي كويس، خلاص، فلازم انا اتحمل مشكلتي. وحصل فنان في الشهور الاولى كان حصل اخطاء طبعا، وبالتالي بعمل ايه؟ ان انا اللايف بتاع حضرتك لمشكله ما حصل فيه مشكله، ما دام مشكله ناتجه مني انا او من الطاقم بتاعي انا بعوض حضرتك بلايف تاني بشكل تاني مجانا بنفسي، ما باخدش منك بقى فلوسه وبديك كمان لايف مجانا عليه. المستوى العالمي الدولي بالظبط. فانا بتعامل معاك ده وببعت لك اعتذار وبقول لك ان هذا الامر لا يصلح. طيب حضرتك ممكن الكهرباء تقطع باي شكل من الاشكال واحنا شغالين دلوقتي، امن لك المكان بمولدات بحيث ان حضرتك لو حصل ده في ثواني بيطلع التيار الثاني البديل بيخش على طول، ويو بي اس بيظبط المكان، وبالتالي ما بتقطعش البث بتاعك طول ما انت شغال بهذه الطريقه. يعني انا مش ما عنديش كلام اقوله يعني، لانه فعلا يعني انا اسف يعني عايز اقول لحضرتك يعني فعلا لازم كنا تدي العيش لخبازه زي ما بنقول في مصر. حضرتك الخدمه هنا في الاستوديوهات متوفره لكل محطات التلفزيون وكده، ولكن هل المحتوى لكم تحكم عليه على المحتوى نفسه اللي بيحصل الكلام اللي انا بقوله او الاحاديث؟ ولا استطيع. انا شركه، انا لا اتدخل في المحتوى على الاطلاق. يعني واحد فنان بس نواحي، انا بشتغل هندسيا واشتغل المحتوى ده حضرتك انت بقى ومصداقيتك. الاعلام لا احد يتدخل فيه. خلاص، يعني هنا مثلا في نفس المكان احنا بنقدم الخدمه مثلا للبي بي سي الانجليزيه. كويس. خلاص، في نفس المكان اللي احنا فيه وفي دور تاني، يعني في مشكله بتحصل نتيجه طريقه التناول. ايوه. خلاص، انا وجهه نظري انا الخاصه انه مفيش مشكله في التناول. المهم بحضرتك وجهه نظرك انت بقى، ما دام مش عاجبك. أيوة. انا ماليش دعوه البي بي سي تعمل ايه، ما هو طبيعتها فيها لا سياسه تحريريه مش بالضروره انها تتفق معاك 100%، انما حضرتك لازم تعمل سياسه تحريريه تصحح بيها هذه المفاهيم للراي العام عشان ما تسيبوش عرضه لحد معين. فبالتالي انا ماليش علاقه بما يتم، بس انا بس ليا علاقه بحاجه وحيده، ان حضرتك بتشتغل داخل اطار القانون المصري ولا لا. لو حضرتك هتبث من خارج المكان المعتمد ده انا ماليش دعوه بيك، وانا مخالف للقانون. فلو حصل مثلا انك انت السلطه المصريه يعني لقيتك في مكان غير هذا المكان، انا ما اعرفكش. انا ماليش دعوه بيك، انا مسؤول عنك جوه هذا المكان، بامنك ببيع بس لك بس كده انا في امان يعني. كده في امان. طيب هل لو المكان مشغول والمكان الثاني مشغول والمكان الثالث مشغول، ففي اماكن بديله؟ طبعا انا عندي هنا في المكان اللي احنا فيه، اولا عندي هنا 6 طوابق في المبنى اللي احنا فيه، 6 طوابق. وعندي اماكن بديله في اماكن اخرى. تمام. عندي مبنى تاني في شرق النيل، احنا كده في غرب النيل، عندي مبنى تاني، مبنيين في شرق النيل، جزء منهم جنب مبنى مسبيرو، ودول مباني هيتم يعني داخله في خطه تطوير مثلث مسبيرو، وبالتالي قد يتم ازالتها قريبا، ومبنى تاني في جنب شبرد اطلالته بالنسبه هنا يعني ده من الشرق هيبقى جايب الاوبرا وكوبري قصر النيل، ويعني حتى المهرجان اللي موجود النهارده ده فيه حاجات ورا هي بتنور وتطفي. أيوه. ده في اعتقد في نادي الشرطه مثلا على سبيل المثال. فده هتلاقيه من الناحيه الثانيه باين بطريقه ثانيه وبزاويه ثانيه وبشكل ثاني. رائع. وحضرتك استغليت الطقس المصري الجميل اللي ما فيش زيه في العالم كله، ان انا يبقى عندي الفيوز والمنظر الجميل ده، فطبعا دي حاجه عظيمه جدا، وده فكر راقي وفكر عالي. قبل ما ادخل في بعض الاسئله اللي انا كنت عايز اسال حضرتك عليهم من زمان، مدينه الانتاج الاعلامي كانت في فتره من فترات اول ما ظهرت كانت بقوه، وبعد كده حصل لها نوع من انواع زي اي حاجه حصل نوع ربوط، وبدات ترجع تاني دلوقتي بقت مدينه الانتاج الاعلامي متواجده في القاهره، في قلب القاهره من خلال الاستوديوهات، متواجده في المدينه نفسها. فين ماجيك لاند؟ فين الاشياء اللي كنا بنسمع عنها مدينه الانتاج الاعلامي؟ وحضرتك طورت كثيرا، ولكن اللي انا بشوفه انه بتشتغلوا في هدوء
بعد ما بيحصل بتتكلموا. بالظبط بالظبط. فعايزين نسبع الاحداث شويه. حضرتك قلت في المقدمه انه مدينه الانتاج الاعلامي هي الصرح الاكبر في منطقه الشرق الاوسط 100%، وهي الحقيقه هي كده. بس نمط الاداره الاول رغم انها كانت مشروع عظيم، انما كان الناس الموظفين اللي فيها ونظره الدوله ليها انها جزء من اتحاد الاذاعه والتلفزيون. صحيح. فكانت تدار بنفس المنطق الحكومي. صحيح. انا وصلت هناك في اخر اغسطس 2014، وكلفت من قبل مجلس الاداره بان انا ابقى رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب. فعشان اشتغل بعمل حاجتين، اولا بشوف الموقف بتاع المكان شكله ايه، التوصيف القانوني ليها. التوصيف القانوني ليها هي شركه مساهمه مصريه تعمل بنظام مناطق الحر. يعني في مثلا انا بدخل جوه، بدخل اكويبمنت او بدخل تشتغل هناك، حضرتك بتشتغل من غير جمارك ولا ضرائب. تمام كويس. الاصل في المناطق الحره ان حضرتك معفي جمركيا وضريبيا. طيب الدوله ليها علاقه بينا؟ لا ملهاش علاقه. يبقى انت لازم تدير بطريقه القطاع الخاص. خلاص. كان في هذا التوقيت كانت المدينه مديونه ب 135 مليون جنيه. كانت البنوك عامله لك بلوك لانك انت مش قادر تسدد، والاسهم نزلت، والاسهم دي كانت قصه طويله كان فيها يعني عمليه ما كانتش شريفه قوي الحقيقه يعني. واضرت المساهمين بشكل كبير جدا. كويس. يبقى عشان نعمل اصلاح لازم نعيد النظر في انك انت ازاي الاول تحقق موقف مادي كويس، موقف مالي كويس للمدينه. وبالتالي عملنا خطه، وكان دي اول مره يتعمل حاجه اسمها خطه استراتيجيه لمؤسسه زي دي. كويس. الخطه الاستراتيجيه دي كانت من سنه 15 لسنه 20، تنتهي السنه الجايه ان شاء الله. احنا عاملين نسبه تنفيذ فيها حوالي يعني اكتر من 90% بحاجه بسيطه. يعني في خطه من 15 ل 20 استراتيجيه للمؤسسه. ما كانتش متهيألي الخطه دي موجوده قبل كده. الاستراتيجيه دي تعمل عده امور. واحد، انك انت ازاي تفهم الموظفين نفسهم ان انت قطاع خاص، فلازم يتعامل بهذا الشكل. فاللي بقى اللي بيغلط بيتفصل، ده مش موجود في الحكومه. لا، يبقى الناس فهمت ان احنا قطاع خاص. أيوه. من الاجراء. خلاص. أيوه. في اخطاء طبعا فيها جزاءات تانية، زي ما بقول لك على الاخطاء الجسيمه اللي هي لازم نتيجتها تكون فصل. خلاص، انا حر في قرارك يعني. بالظبط. في نص في القانون كان لم يكن يستخدم، انا بفخر ان انا اول واحد استخدمته في مصر دلوقتي، ان هو متعاطي المخدرات يفصل من عمله. تمام. فانا استخدمت النص ده، وكانت عامله ازمه في اولها، وبعد كده بقى بيتعمل بشكل بسيط جدا، وانا سعيد لانه عدد كبير طبعا جدا من اللي كانوا بيشربوا مخدرات تراجعوا عن هذا الموضوع طبعا، لانه حس ان الموضوع هيبقى فيه خراب ديار غير الفضيحه. حضرتك حققت اهداف ثانيه. طيب نمسك بقى مساله تطوير المنتج الاستثماري بتاعك. كويس. ايوه. النهارده عندنا مركز الاهم والاكبر من نوعه في الشرق الاوسط، وهو مركز حمايه التراث السينمائي. صحيح. ده عملنا معمل قوي جدا، بناخد الافلام السينمائيه القديمه، وخدنا اول عقد فيهم العقد بتاع هيئه الاستعلامات، لو تذكر حاجه اسمها الجريده السينمائيه اللي كانت بتطلع زمان وفيها افلام طبعا وثائقيه كبيره جدا. خدنا 3200 فيلم من هيئه الاستعلامات، بنعملهم دلوقتي اول مشروع، سلمنا اول دفعه وتاني دفعه وشغالين في الثالثه دلوقتي. بنحولها من حالتها القديمه لانها كانت على وشك تدوب تتحلل طبعا، لان دي مواد كيماويه. ايوه طبعا. بنقلبها الى نظام 6K، وده ده مش موجود يعني في التكنولوجي لحد دلوقتي. احنا بنعمله ده، وفي اتفاق بيننا وبين شركه آري نفسها ان كل تطوير في السوفت وير احنا هناخده. وابتدينا نطلع ده، هتشوف المنتج لو انتوا زرتونا في المدينه، انا بعرض افلام القديم والجديد على شاشه واحده، يعني كان ايه وبقى ايه. بفور اند افتر. بالظبط كده. في الملون والابيض والاسود. ده بيحافظ على غير القيمه الماديه اللي بتطلع منه والربح المادي اللي بيطلع منه، انما انت بتعمل دور ثقافي مهم جدا، ان بتخلي الاجيال لمده 300 سنه قدام بتستفيد من تاريخها وبتشوفها راي العين، بيشوف الرئيس جمال عبد الناصر راي العين، بيشوف الرئيس السادات راي العين، وعلى فكره بكفاءه افضل مما صورت بيه. لك بتحافظ على تراث يعني. تمام. ده برايسلس. ده مشروع ثقافي مهم جدا احنا بنشتغل فيه دلوقتي، وبدعوكم انكم تيجوا تبصوا عليه. اكيد طبعا. الشيء الثاني، عملنا حاجه اسمها نظام الدولبي اتموس، ده عشان الناس اللي بتنتج افلام والكلام ده، افلام السينما الحديثه كلها بتشتغل بنظام الدولبي اتموس، اللي هو مش على الجناب فقط، انما بيحسسك بالاتموسفير بتاع كل حاجه، وبيبان مؤثرات صوتيه عاليه جدا. ده الاستوديو الوحيد اللي هو يعني واخد رخصه من الولايات المتحده الامريكيه الاصلي اللي موجود هناك، وبيجي لنا دول عربيه كتير بتشتغل معانا فيه.
عملنا كمان حاجة مهمة جدا، فكرة ان انا ببيع خدمة. زي بقول لحضرتك احنا عندنا 70 استوديو للقنوات الفضائية، كل القنوات الفضائية اللي بتبث من داخل جمهورية مصر العربية بتبث من هذا المكان المدينة. ده أول نشاط بنعمله خلاص. وجنبكم النايل سات، يعني في تعاون مباشر. ده بيخلي الأخطاء التكنولوجية اللي بنعمل نظام ربط وبنراجع نظام الربط بيننا وبين النايل سات كل فترة، وبنعمل مشروع دلوقتي لتطوير هذا الربط خلال السنة اللي جاية دي يخلص إن شاء الله. عملنا مركز للتدريب بيعمل حاجتين. المركز ده اولا بيرفع كفاءه الناس اللي موجوده عندي، لان انا بعمل دورات تخصصيه للناس اللي موجوده عندي. فالاول جبنا اكاديميه ناصر العسكريه تعمل دوره تثقيفيه كده في مفاهيم الامن القومي المصري، الناس طبعا لازم كفاءتها تعلى. وبعدين خدنا الناس بتوع الماليات والمحاسبه عملنا لهم دوره في مكافحه الفساد في الرقابه الاداريه. وبعدين بناخد الناس عشان تترقى لازم تروح تاخد نجيب دوره من معهد اعداد القاده عشان تبقى مدير عام بتعمل ايه، عشان تبقى رئيس قطاع بتعمل ايه. وبنعمل دورات بقى للاعلاميين من الخارج، وفي دول عربيه كتير بتتعامل معانا في هذا الموضوع. عملنا حاجه اسمها مركز الازمات، مركز اداره الازمات. كويس. وده مهم جدا في اي مؤسسه بهذا الحجم، احنا 2 مليون متر مربع، انك لازم الاول تامن الاماكن اللي انت فيها. كهرباء. لما بيحصل حريق لا قدر الله، او هجوم من اي حد، او عمل تخريبي، او 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 في حاجات كتير ممكن اتعرض لها، فازاي هتتعامل معاها؟ اما بيحصل الازمه نفسها بيبقى عندك حاله صدمه كده. بنشتغل بشكل علمي جدا في هذا الموضوع. طيب في ازمات بتجيلك نتيجه الكهرباء، لانه لما حصل انه في حادث ارهابي الابراج المغذيه لمدينه الانتاج الاعلامي سنه 2015 حصل في اتضربت واتقطعت الكهرباء تماما على المدينه والشاشات سودت. طب ازاي ده ما يحصلش تاني؟ فكان عندنا دراسه اقتصاديه ان احنا يا اما بنعدي كابل من محطه الشيخ زايد، يبقى في محطه اكتوبر ومحطه الشيخ زايد بيغزوا، لان التكلفه كبيره جدا، انما احنا بنشتغل على 66 كيلو فولت، دي ارقام ضخمه. وبالتالي رحنا عاملين انشانا، احنا عندنا في مجلس الاداره 2 وزراء سابقين، المهندس حسن يونس كان وزير كهرباء، والمهندس علاء فهمي كان رئيس جهاز الاتصالات ووزير النقل الاسبق، لانه اساس المدينه فنيا هي الكهرباء والاتصالات. وبالتالي عملنا محطه كهرباء تنتج 10.8 ميجا داخل المدينه. داخل المدينه لو حصل انقطاع للتيار الكهربي، حتى لو داخل مصر كلها، انا بقدر اقوم الكهرباء بتاعتي وبشتغل بدون ما يحصل عندي انقطاع بالمره. حضرتك يعني الكلام اللي بتقوله ده ولا اي بلد في العالم. انا اشتغلت في امريكا 30 سنه وفي وسائل اعلاميه مختلفه، ما يعني ما شفتش كلام بالطريقه دي. ففاصل ونعود مع حضرتك واجابه على سؤال ما حدث في مدينه الانتاج والاراضي اللي راحت دي، هل رجعت ان شاء الله؟ بعد الفاصل. فاصل اعزائي المشاهدين ونعود. من هنا بدأ الحلم، من هنا انطلق السحر على أرض الإبداع والجمال.
معالي أسامة هيكل، أتمنى لك كل التوفيق بما تفعل لأجل مصر ولأجل العالم العربي والإعلام والفن في عالمنا العربي. تحياتنا لكم، كل التوفيق إن شاء الله، وتبقى مصر أم الدنيا، تصبح على خير. Thank you. At the crossroads of three continents lies a land where you can witness the history of the world. A land that was and always will be a source of modern creation and great achievement. Today, watch Egypt as a blowing and diverse economy with a resilient and young population that rose magnificently in the face of many challenges. Implementing a comprehensive and bold reform program, a smart geographical remapping, rebuilding institutions, establishing world-class infrastructure, spurring sustainable development, promoting a conducive business environment, and maintaining peace and stability. Watch one of the most important and historic ports in the world, connecting the Red Sea to the Mediterranean, being modernized and expanded. Watch the country become home to major gas explorations and a global pioneer in the energy sector. East of the Nile, take the highway to enjoy the unmatched beauty of the beach, hidden by an epic series of mountains. And at its foothills, you'll see towering wind turbines. Sail west of the longest river in the world, and discover new landscapes, new experiences, and at last, feel the serenity of the desert. Wake up in Aswan and savor a delicious meal amidst outstanding luxury, where kings, princesses, renowned writers and poets used to stay. To be closer to astonishing monuments and picturesque scenery. A few miles away, discover a plethora of investment opportunities, major industrial clusters, modern and climate-resilient agricultural projects, fertile lands, and witness the changing of their marvelous facets along with the seasons. In a country that breeds culture, enjoy prosperous living in urban abundance. Connect with young and restless talents, embracing the digital age and cutting-edge technologies, but also upholding traditional values. Live amongst diverse communities who found harmony in a country that fosters peace and unity, and where art is carried at the highest perfection. All of this, right at your doorstep, closer than ever. Your gateway to the world. Invest in Egypt.